تحشد دولة الإمارات الجهود الدولية في مواجهة التغير المناخي، وذلك مع انطلاق فعاليات COP28 في مدينة إكسبو دبي، حيث تسلمت دولة الإمارات رئاسة الدورة 28 لمؤتمر الأطراف من وزير الخارجية المصري سامح شكري، رئيس الدورة 27 من مؤتمر المناخ. هذا وأكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28 على ضرورة توحيد جميع الجهود في مواجهة تغير المناخ، داعيا المشاركين إلى المرونة وتبني طريقة تفكير جديدة تهدف إلى تقديم أفضل الحلول الممكنة. لدينا فرصة لنوحد بين العناصر الثلاث الرئيسية في جدول أعمال المناخ. أخيرا يمكن أن نأتي به التخفيف والتكيف وسبل التنفيذ والتي تشمل التمويل تحت مظلة واحدة. نتحد حول طموح أكبر ونعطي اتجاها واضحا خاصا بالمساهمات المحددة وطنيا، وأن نربط بين كل ما نتفق عليه هنا ليصبح عملا على الأرض في العالم الحقيقي.